دكتوره انا دلوقتي هعمل مقلوبه اوكي بالجزر انت الاول شاطره في المطبخ يا دكتوره؟ عارفه يعني ايه مقلوبه؟ بالتاكيد عارفه يعني ايه مقلوبه. طب سموها مقلوبه ليه؟ مش شاطره قوي. طب سموها مقلوبه ليه؟ ليه بقى؟ مين بيسال التاني هنا النهارده؟ سموها مقلوبه لان احنا نعملها في حله وبعد ما تتقلب لازم تتقلب بالظبط. هي بتتعمل بالباذنجان او بالبطاطس او بالبطاطس او بالفراخ والخضار بالظبط. بس خلي بالك لما تيجي تعملي المقلوبه تامني على الطبق اللي هتقلبي فيه عشان ما تخبطيش على الجاره وتلاقي اديني طبق اقلب المقلوبه يبقى لازم تودي لها نصها. ايوه لازم يكون عندك طبق صغير او كبير بالظبط كده. طيب مقادير المقلوبه على الشاشه. صلى على الحبيب قلبك يطيب. معانا فراخ وكوسه وجزر دول الاساسي وبصل وتوم. بهاراتنا بهارات عربيه اللي هي الحبان يقولوا عليه الهيل والقرنفل اللي هو المسمار والقرفه اللي هي الدارسين وملح وفلفل وورق لورا وعشان الاخت اللي اتصلت ما تزعلش. كل دي المقادير في البهارات دي وهنتكلم عن عشق البهارات للاكل بتاعنا. المقادير على الشاشه في متناول الجميع. مقلوبه بالدجاج والخضار بتاعه مين؟ بتاعه اللي يعملها. بيعملها مصري تاخد الشعار المصري، بيعملها اردني فلسطيني تاخد الشعار الاردني او الفلسطيني اللي هم مشهورين بالمقلوبه بالظبط. بيعملوها بالبتنجان والارنب.